هذا السائل يقول في هذا السؤال: يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عند هذا المقام ذبائح نذرت لله، ولكن لا تذبح إلا في هذا المكان، وإذا نهاهم أحد قالوا إنما نذبح لله ولكن بجوار الأولياء، علما بأنهم يأتون من أماكن متفرقة وأماكن بعيدة للذبح في هذا المكان، ثم يجلسون لتناول الطعام في نفس المكان، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا بذلك. هذا بدعة وسيلة للشرك، مجيئهم للذبح عند القبور بدعة، ولو قالوا إنها لله، أما إن كان لأصحاب القبور فشرك أكبر ولا بدعة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فإن ذبحوا الأموات يتقربوا الأموات صار شركا أكبر، كما يذبحوا للأولياء يرجون شفاعتهم أو شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، أو يدعونهم أو يستغيثون بهم أو ينذرون لهم أو يطوفون بقبور، كل هذا شرك أكبر. أما كان ذبح لله ويرون أن هذا المحل مناسب وأن محل مبارك، هذا غلط، هذا بدعة لا يجوز، لأنه وسيلة للشرك وبدعة في الدين. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ عبد العزيز كثيرا ما تريدنا مثل هذه الأسئلة، فهل من توجيه من كلمة للدعاة إلى الله عز وجل في نصح مثل هؤلاء؟ نعم، نوصي الدعاة إلى الله والعلماء أن يوجههم إلى الخير وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يكونوا على بينة على بصيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أنس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله على بصيرة، يعلمون الناس ويرشدون الناس لا يغفلون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في كتاب السنة